احنا اليوم هنا مجتمعين باش نعرفوا الراي العام باثار تدفقات ولا الفتره الشتويه اللي عرفتها مدينه الدار البيضاء خلال الاسبوع الفارط. كما شفنا جميع الدار البيضاء عرفت واحد التساقطات مهمه اللي بلغات 250 ملم في 4 ايام، هي واحد الفتره قليله تقريبا. الى خدينا غير التذكير السنه الفارطه التساقطات السنويه السنه بكاملها تقريبا نزلات ما فاتش تساقطات واحد 220 ملم، يعني في 4 ايام تساقطات فاتت السنه ديال تساقطات ديال السنه الفارطه. لهاد غير التذكير الدار البيضاء راه فيها تقريبا واحد 7000 كيلومتر ديال الشبكه ديال تطهير السائل. هاد الشبكه ديال تطهير السائل كتعرف واحد الصيانه واحد النقيه اللي كدار قبل الفتره الشتويه. تم استخراج تقريبا ما يقارب 30 طن من تسربات في الشبكات، وكاين 30000 طن من التسربات والنفايات اللي كانت متواجده في الشبكات. و كنقوموا كذلك بعمليات ديال التنقيه القبليه ملي كتجينا الانذار بالتساقطات. ملي كيجينا تقرير ديال لا ميتيو ناسيونال كنقوموا بتدخلات استباقيه في بعض النقط المهمه اللي هي كتكون المنخفضات، لي بون، النفقات اللي كاينه في الدار البيضاء. وكما شاهد الجميع رغم ذلك كانوا بعض التدفقات في بعض النقط، واللي هي في غالب الاحيان هذه التدفقات كتكون نتيجه على ان الشبكه الطاقه الاستيعابيه ديالها ما مكناتش من تصريف هذه المياه الشتويه. وهذا اشياء احنا في صدد عندنا برنامج لتقويه الشبكات باش نخفوا الضغط على بعض النقط، ونقط اخرى ان شاء الله هي غادي تكون مبرمجه في السنين المقبله. احنا في تشاورات مع السلطات للرفع من الطاقه ديال الاستثمارات ولحل نقط اخرى. خصنا نعرفوا بان الاستثمارات اللي هي دابا حاليا في طور الانجاز عندنا تقريبا 600 مليون ديال الدرهم اللي هي في طور الانجاز، من اهم المشاريع اللي يمكن بعض منكم قام بالزياره ديالها هي حي الصدري، 220 مليون ديال الدرهم، نفق ديال على 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 كيلومتر ونصف القطر ديالو 4 امتار. عندنا مشروع ديال طريق جديده هو سرداب على 3 كيلومتر ونصف بواحد القطر ديال 3 الامتار، التكلفه ديالو 300 مليون درهم. عاد سالينا من الاشغال ديال واحد النفق اللي دار في وسط المدينه ما بين ساحه الامم المتحده مرورا بأفويت بوانيي وشارع الموحدين اللي غيخرج المخرج ديالو في لاجوتي مولاي يوسف. هذا المشروع كلف تقريبا 120 مليون درهم وخفف من اثار تدفقات في وسط المدينه وخصوصا في شارع محمد الخامس وساحه الامم المتحده. الاجراءات الانيه هي الفرق معباه، الفرق ديال ليداك راه اكثر من 500 عون اللي كانت معباه للتدخل السريع في الميدان، اكثر من 350 معده اللي كانت من المعدات اللي كانت معباه، كانت تقريبا واحد اكثر من 40 شاحنه ديال شاحنه ديال التطهير، كانت اكثر من 60 مضخه اللي كانت معباه لتخفيف الضغط على بعض النقط الحساسه في الدار البيضاء. غير خلال هذه الاربع الايام الاخيره 8000 تدخل اللي داروا في الميدان من طرف الفرق لتخفيف من اثار التدفقات في بعض النقط الحساسه. cet épisode de pluie comment le caractérise en quoi il a consisté